اللي لجوا لنا اخواننا في الشق العسكري وطبعا مساندين لهم في ذا قوه مدنيه هو الانقلاب بصراحه. وطبعا اول حقيقه هو اعادنا الى ما قبل 11 ابريل بسقوط النظام، اللي هو وجود نظام متسلط. الانقلاب هو بطبيعته نظام متسلط ومعادي لشعارات الحريه والسلام والحياه، ومقابل شعبي هسه هو في حاله ثوره الحقيقه يعني. والانقلاب ما عنده حاجه بيعملها غير انه تحول لحفار قبور، قتل في الشهر السابع قريب 100 شهيد. حفار القبور اللي تكلم عنه السياف في قصته المشعوره انه واخيبته لن اعيش بغير موت الاخرين، ساموت من ظمأ وجوع ان لم يمت احد هذا المساء. لكن طبعا مع الفرق الفارق يعني حفار القبور صحيح يعيش من مهنه مضاده للحياه، لكن من اجل الحياه ومطلوبه من الاحياء ومطلوبه للكرامه الانسانيه ذاتها، من الغراب اللي علم ابن ادم الاول كيف يواري سواد اخيه. وبعد طبعا برضه في ملاحظه ثانيه، نحن في السودان هنا ما عندنا مهنه حفار قبور، لانه السودانيين ما بيأجروا ذول عشان يحفر قبور احباء ام اعزائهم، بيفعلوا ذلك بانفسهم. المهم الانقلاب مهنته في الفتره اللي فاتت دي كانت هي القتل، يعني القتل والقمع، ويعني اسرف فيه بشكل ما مسبوق.